سأبدأ معك من التطور الأبرز ربما اليوم، وثاني عملية إعدام بعد محسن شكاري مرتبطة بالاحتجاجات، ما دلالات ذلك؟ صباح الخير. صباح النور. يعني دلالات ذلك أن النظام الإيراني يريد بث الرعب وتخويف المتظاهرين والمحتجين الإيرانيين، خصوصا بعد زيادة وتيرة هذه الاحتجاجات وتعهد النظام بالحد من جذوة هذه التظاهرات والاحتجاجات. مارس الاعتقالات، مارس تنفيذ سياسة الإعدامات كما تفضلت، مارس أيضا أدخل البلطجية ما بين المتظاهرين، قام بما يسمى بالتظاهرات المضادة، قام باختطاف بعض المتظاهرين وتم الإلقاء بهم من فوق المباني العالية، وأشاروا إلى أن ذلك تم بأن هؤلاء المتظاهرين قاموا بالانتحار. كل ذلك لم يدفع المتظاهرين إلا إلى مزيد من العزم والتصميم على استمرار هذه التظاهرات، حتى أنه بث رسائل تحذير من حدوث زلزال قريبا وضرورة ذهاب المواطنين إلى الملاجئ أو البقاء في بيوتهم، في رسالة ضمنية يعني يعكس استنفاذ أدوات النظام الإيراني لقمع هذه التظاهرات. في تقديري أن الأمور سوف تستمر، حتى المحللين الإيرانيين ربما في وسائل الإعلام تحدثوا على أن إيران لم تتعرض لمثل هكذا أحداث منذ عام 1943. بدأ الحديث في وسائل الإعلام حول التحذير من انهيار الهيكل الاجتماعي والاقتصادي في إيران نتيجة أزمة نقص الغاز، نتيجة تداعيات تسعير النفط الروسي.